الويف إكويجن من الأمثلة التطبيقية على موضوع الديفرنشيال إكويجن. طبعا موضوع الديفرنشيال إكويجن اشتقوه من عالم الفيزياء، مثل ما بالبداية الكالكولس أصلا هو اشتقوه من عالم الفيزياء. نيوتن من اكتشف قانون الجاذبية احتاج انه يفسره بالرياضيات، فاكتشف التفاضل والتكامل، او كتب الرياضيات التكامل والتفاضل. كذلك بالنسبة للويف اكويجن جتي من ظاهرة طبيعية اللي هي الموجة، وكذلك الهيت اكويجن وغيرها من المعادلات اللي تفسر الظواهر الطبيعية او الفيزيائية بالرياضيات. الويف اكويجن اللي همنا بها هو موضوع الرياضيات، شلون نفتهمها. بها مجموعة من العناصر. الويف اكويجن يقول انت مثلا اذا عندك فد سترينج، يعني فد حبل، هذا الحبل ثابت في نقطة ومن يعني من جهتين فيكست ثابت، وهذا الحبل اذا صار الى عملية ستريتش، اذا سحبناه وتركناه، فراح يولد موجة. فيردون يعرفون هذه الموجة شنو المعادلة مالتها. طبعا هنا احنا عندنا هواية متغيرات، يعني عندي المتغير الاول اللي هو الاكس، اللي هي تمثل هنا بالبداية الاكس راح تكون صفر بهاي النقطة، الاكس راح تكون صفر، وهنا بهذه النقطة الاكس راح تساوي اللي يمثل هذا الطول الموجة، خلي نفرضه L، مرات ينطيني 10 مرات ينطيني 20، فد عدد، المهم L. بس لازم تكون هذا الحبل او السترينج ثابت من هاي النقطة وثابت بهاي النقطة. فالفانكشن مالته هنا راح تصير قيمتها صفر، والفانكشن هنا ايضا قيمتها صفر لانه ثابت بهاي النقطتين. الفانكشن راح يمثلوها اللي هي اليو، تمثل الويف فانكشن او ويف اكويجن، تمثلها الاف اوف اكس تي، والاكس راح يمثل هذا المحور، والتي راح يمثل هذا المحور اللي هو التايم. فما دام انا عندي فانكشن وعندي اكثر من متغير، فهذا بعد ما راح يصير عندي ديفرنشيال اكويجن اعتيادية، راح يصير عندي بارشل differential equation. لان احنا قلنا في بداية الفيديوهات، اول فيديو بالdifferential equation، قلنا partial differential equation تتضمن اكثر من متغير واكثر من دالة. يعني هنا انا راح يكون عندي متغير x ومتغير t، وعندي دوال x وعندي دوال t، او مشتقات x ومشتقات t، فهذا يسموه partial. بينما بالامثله السابقه اللي اخذناها عن الديفرنشال اكويجن، كانت الديفرنشال اكويجن من النوع الاعتيادي الاوردينري، عندي بس الواي والاكس، او عندي الاكس ومشتقات الاكس اللي هي الاف اوف اكس اللي هي الواي، او مشتقات الاف اوف اكس. هنا لا، عندي اكس وعندي تي وعندي مشتقاتهم، فاذا هو الموضوع يسموه partial differential equation. واحدة من تطبيقاته هي الويف اكويجن. فهنا انا عندي هذا الاكس، المهم نعرفه، وهاي هي المعادلة راح تمثل. احنا نريد نلقى معادلة الموجة، نريد نوجد حل بايجاد المعادلة. شن هي مجهولة تكون عندنا، فراح ينطينا المعطيات، ينطيني الكونديشنز يسميها الباوندري كونديشنز، ومن عدها اقدر اني استخرج المعادلة. طبعا هي هذه المعادلة جاية من معادلة يسموها الويف اكويجن بالفيزياء، اللي هي المشتقة الثانية اي بارشل لليو على الاكس، هذه معناتها المشتقة الثانية بارشل يو بالنسبة الى اكس. ليش بارشل؟ لان عنده بعد تي، يعني عنده اكس وعنده تي. لو كان عنده بس اكس كان صارت اوردينري ديفرنشيال اكويجن اعتيادية، بس هنا عنده متغيرين. فهذه المعادلة هي موجودة بالفيزياء، اللي هي معادلة الويف على بارشل ثاني لليو بالنسبة الى التي اللي هو التايم، ايضا المشتقة الثانية. هذه هي معادلة
الموجة. الويف اكويجن بالنسبة للفيزياء. طبعا هذا ايضا مرات يكتبوا هذا، يعني هاي طريقة من كتاب. الطريقة الثانية يكتبون يو اكس اكس بهاي الصورة، معناته انه اني مشتقة اليو بالنسبة الى اكس المشتقة الثانية. هذا ايضا مرات يكتبوا يو تي تي، يعني هذا نفس هذا. فنقدر نكتب معادلة الويف بهاي الصورة او بهاي الصورة، اثنيناتها صحيحة. من هذه المعادلة هو راح يبدي شلون يشتقها وحتى شلون يوصل الى الحلول. هسه انا عندي المشتقة الثانية، انا اريد اعرف شنو، اريد اعرف الدوال. الدوال عندي مجهولة، يعني المشتقة الثانية اوكي معروفة، شنو هي الدالة اللي اشتقيتها مرتين ووصلت الى الحل مال ويف اكويجن؟ هذا اللي نريد نعرفه. احنا دائما بالديفرنشال اكويجن المجهول عندنا هو الفانكشن الاف اوف اكس. هنا انا عندي مجهول اف اوف اكس بالنسبه اليو بالنسبه الى اكس، وعندي اليو بالنسبه الى تي ايضا مجهوله. زين، من هذه الداله طبعا هنا أنا يقول السي تربيع، هذا السي المتغير يقول هو السي تربيع يساوي التي على البي، والتي هو يسموه التنشن، التنشن اللي هو شدة سحب هذا السترينج. احنا راح نسحب السترينج هذا، الحبل نسحبه ونتركه، نسوي له ريليس، راح يولد موجة. شدة السحب راح تفرق، يعني مرات واحد يسحبه قوي، مرات وسط القوة، مرات. فالتي هو يمثل شدة سحب هذا السترينج، وهنا البي يسمي ماس بير يونت. المهم هي عبارة عن فد وحدات فيزيائية تتحكم بقوة الشد وتتحكم بالماس اللي هي الكتلة أو الوزن لل ما أعرف إذا يقصد الوزن اللي الشيء اللي دا يسحب السترينج، أو وزن اللي هو الحبل نفسه. مرات يكون عندي حبل وزنه أكثر من حبل ثاني. المهم السي هي فد كونستانت، فد شيء ثابت يتحكم ب هذه المتغيرات الفيزيائية، انه اني قوة الشد تختلف، فعبر عنها بالواحد على سي تربيع. المهم هاي شغلات فيزيائية مختصاصي. فهنا انا differential equation شو راح يسوي؟ طبعا راح اول شيء شي يقول، احنا تعلمنا بالdifferential equation حتى بالdifferential الاعتيادية طرق الحل مالتها. اول شيء يقول لك انا افرض هذا الحل مثلا e to the mx مثل ما سوينا بالهوموجينيوس، فرضنا الواي تساوي e mx، وكذلك بالنسبه بالهاي اوردر والطرق الاخرى يجي يفرض حل من يمه، بعدين يثبت انه هذا الحل صحيح. هنا نفس الشيء راح يسوي، نفس الطريقه راح يقول اني اجي افرض الحل مالتي اللي هو اليو للاكس تي، هم اكتبه هيجي اللي هي هذه f of x t او u of x t، او اكتبها بهذه الصوره يو اكس تي نفس الشيء قلنا. الحل مالتها راح يساوي اكس كابيتال في تي كابيتال، والاكس كابيتال هي فانكشن اوف اكس اللي احنا قلنا نريد نعرف الفانكشن اوف اكس، والتي كابيتال هي فانكشن اوف تي سمول اللي هي نريد نعرف الفانكشن بالنسبه للتايم والفانكشن بالنسبه للاكس. ففرض هذا هو الحل، هنا انا ايضا راح نقول اكس فانكشن of x small و t capital function of t small. هذا قال هو الحل. زين، بعدين شنو قال؟ قال اذا انا ايش راح اسوي اذا اشتق هاي المعادله بالنسبه الى x؟ اذا اشتقها بالنسبه الى x يعني ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي y prime، y prime هسه هذه هنا معادلة اكس تي، اذا اشتقيتها بالنسبة الى اكس واي برايم، يعني هذه اشتقها بالنسبة، شو راح يصير عندي؟ الاكس تي راح يصير ثابت، اذا اشتق بالنسبة الى اكس تي هو ثابت، وهذا راح اشتقه مرة راح يصير بهاي الصورة. تمام، اذا اشتقيتها مرة واحدة بالنسبة الى تي راح يصير الاكس هو ثابت، فالاكس راح ينزل نفسه والتي راح يصير برايم اذا اشتق بالنسبة الى تي. هسه اذا اشتقيتها مرتين بالنسبه الى اكس راح ينطيني المشتقه الثانيه مال الاكس، والتي هو قلنا ثابت. اذا اشتقيتها مرتين بالنسبه الى تي فالاكس هو ثابت والتي راح ينطيني دبل برايم المشتقه الثانيه بالنسبه لي
التي. زين، ليش سوى هيجي؟ حتى يعوض بمعادلة الإكويجن. لاحظ انه انا هنا بمعادلة الويف اللي هي مال فيزياء، قلنا هذه الويف إكويجن، هنا انا عندي المشتقة الثانية بالنسبة الى اكس، فراح يعوض عليها منه هذه، راح يعوض بدالها هذه، وهنا انا عندي المشتقة الثانية بالنسبة الى تي اللي هي هذه، تمام؟ فهنا انا من هذا الحل اللي فرضه اشتق مرة بالنسبة الى اكس، صار شنو؟ تي ثابت، الاكس اشتق، واشتق مرة ثانية ايضا التي ثابت، والاكس اشتق مرتين، هنا اشتق بالنسبة الى تي مرة، الاكس ثابت، هنا اشتق بالنسبة الى تي مرتين والاكس ثابت، ينزل. ليش؟ حتى يعوض بهذه. يجي هنا هذه مشتقة الاكس مرتين اللي هي منو؟ اللي هي هذه، اذا هي هذه اكس دبل برايم، طبعا هذا اشتقاق مطلوب عندنا بس حتى نفتهم هذا منين جابه، الفرضية منين جابها؟ جابها من هاي الفرضية الاصلية، هذه هي فرضيتي الأصلية أنا مال حل. هذه اكس دبل برايم تي منو؟ هذه مشتقة الثانية لليو على الاكس، مشتقة الثانية لليو بدلالة الاكس، اكس دبل داش تي يساوي واحد على سي تربيع، نفس هذه قلنا هذا معامل الشد أو بوزن مدري شنو كمية فيزيائية، على مشتقة اليو للدرجة الثانية للتي اللي هي منو؟ اللي هي هذه اللي هي اكس تي دبل برايم، وننتبه هنا x capital و t capital، هذه x هي function of x small و t capital هي function of t small، احنا نريد نلقاهن، احنا انا اريد القى ال x واريد القى ال t، بالdifferential equation احنا ندور على الدوال هي المجهولة. زين، بعدين اوكي سو وصلنا لهذه الخطوة، وصلنا لهذه المعادلة اللي هي مثلناها، هي هذه معادلة الاكويد ديفرنشال اكويجن اللي هي تمثل الويف اكويجن. هنا شنو قال؟ قال اني هذه المعادلة اقدر اقسم اسوي، يعني اقدر افصل متغيراتها، اخذنا احنا طريقة فصل المتغيرات، اقدر هسه اجيب الاكس جوا هذا الاكس واجيب التي جوا هذا، شلون؟ اذا ضربت المعادلة كلها، ضربت المعادلة كلها في واحد على تي، شو راح تصير هاي المعادلة؟ راح تصير عندي هاي راح تروح، حصير اكس دبل داش راح يروح اضربه فيها يساوي واحد على سي تربيع، والتي راح يجي جوا هذه تي دبل برايم على تي، ضرب المعادلة طرفين في واحد على تي، هنا هذا راح صار عندي هنا بالمقام تي، نفس المعادلة راح اضربها في اكس واحد على اكس حتى تخلص من هذا، فراح يروح من هنا راح يصير الاكس هنا، فالمعادلة راح تصير عندي، راح تصير عندي المعادلة اكس دبل داش على اكس يساوي واحد على سي تربيع تي دبل داش على تي، هاي الصورة فصل المتغيرات طريقة اعتيادية ما بيها شيء، ضرب في واحد على تي بعدين ضرب في واحد على اكس، انفصلت صارت جماعة الاكس بطرف وجماعة التي بطرف ثاني ومتساوين حسب معادلة الويف. زين، هنا يقول اكو نظرية بالرياضيات، اكو نظرية بالرياضيات، اذا اكو فد مجموعة دوال دلالة متغير تساوي مجموعة دوال بدلالة متغير آخر ما دام متساوين، إذا أنا أقدر أقول هم يساوون فد ثابت معين اسمه P، لأن بالنتيجة إنه هاي الدوال كلها تساوي هذه الدوال كلها بغض النظر ما دام متساويات، إذا هم اثنيناتهم راح ينطون نفس النتيجة، راح يساوون فد ثابت معين اسمه P، وهذا الـ P مهم لانه البي هو اللي راح يبدي طريقه الحل على اساسه، وراح يجي يفرضه مره صفر، ومره يفرضه اكبر من الصفر، ومره يفرضه اصغر من الصفر، حتى يلقى الحل لهذه المعادله اللي هي من الدرجه الثانيه واللي هي partial differential equation. فهنا لازم نخلي بالنا انه البي هو constant، constant. زين، ما دام هم متساويين اذا راح اقدر اطلع معادلتين، مو صح؟ راح اقدر اقول الاكس دبل برايم على اكس يساوي بي، هاي وحدة، وواحد على سي تربيع تي دبل برايم على تي يساوي بي، هاي اثنين، ما دام هذه تساوي هاي وهذه تساوي بي، اذا هذه راح تساوي بي وهذه راح تساوي بي، لان هم اثنيناتهم يساوون بي، فطلعت معادلتين. هسه هاي المعادلة ايش راح يسوي؟ راح يحولها الى صيغة اللينير، شلون؟ إذا هاي المعادلة بس، هذه المعادلة، هاي المعادلة ضربها
في اكس، راح اضربها في اكس، شو تصير؟ راح تصير اذا ضربت هذا الطرف في اكس راح يروح الاكس، راح يصير اكس دبل برايم يساوي اكس في بي. اوكي، واذا جبت هذه الاكس بي لهذا الطرف شو راح تصير؟ راح تصير اكس دبل برايم ناقص اكس بي تساوي صفر، فصارت كانما لينير كشكل. اوكي، مجرد ضرب في اكس وهذا نقله للطرف الثاني صار سالب وساواه بالصفر. هذه نفس الفكره، راح يضرب هذه المعادله في تي، راح تصير راح هاي تي راح تروح منه، راح تصير واحد على سي تربيع تي دبل داش يساوي تي او بي مضروب في تي. اوكي، هنا ايضا ايش راح يسوي؟ راح يضرب مو بس في تي، راح يضرب في ايضا في سي تربيع، حتى هاي التي دبل برايم بقيها وحده، راح يضرب في سي تربيع. اوكي، فراح راح تظل تي دبل برايم وحده هنا وتساوي راح تجي سي تربيع هنا بي تي، ايضا راح ينقلها للطرف المقابل فتصير تي دبل برايم ناقص سي تربيع بي تي تساوي صفر. وبالتالي انا يعني هذا الاشتقاق ما راح اهتم به، من اجي احل اخلي ببالي هذه هي معادلاتي، هذه المعادله وهذه المعادله، تمام؟ مين اجتي؟ من هذا الاشتقاق. فرض حل اشتقه مرتين، عوضها بالديفرنشال اكويجن اللي هي خاصه بالويف من الفيزياء جابها، واجا سواهم بثابت لان هن متساويات، ورتب المعادله حولها الى هيك صيغه. بس انا معادلاتي اللي راح اشتغل بيها هي هاي اكس دبل برايم ناقص اكس بي يساوي صفر، تي دبل برايم ناقص سي تربيع بي تي يساوي صفر. اوكي، راح نشتغل على هذه المعادلات. هنا راح يقول عندك we have three cases اللي قلت لكم عليها. ورا ما يعني انا من اجي احل مباشرة اقول الحل مالتي هو اكس تي، وراح اكتب هذه المعادلة وهذه المعادلة، يعني الاشتقاق ما اعتقد مطلوب. المهم راح يقول عندي ثلاث حالات. الحالات مال من مال هذا البي اللي فرضه هو الثابت، يقول هذا البي مرات يكون صفر وراح ينطيني حل شكل، مرات يكون اكبر من الصفر ومرات يكون اقل من الصفر. ثلاث حالات عاده بالويف اكويجن، بحاله الصفر ما ينطيني حل، لازم نثبتها ما ينطيني حل، لازم اكتب احله. وفي حاله اكبر من الصفر ايضا ما ينطيني حل ولازم اثبت له، بس في حاله هذا كان اقل من الصفر راح ينطيني حل، وراح نشوف شلون. نجي على الحاله الاولى كيس 1، نجي على الحاله الاولى كيس 1 من يكون البي يساوي صفر. اوكي، من يكون البي يساوي صفر اللي انا فرضته. ثلاث احتمالات، ماكو غير احتمال، او لو اكبر من الصفر لو صفر لو اصغر من الصفر. زين، الحاله الاولى اذا كان صفر، هسه هذا البي اذا صار صفر شو تصير هاي معادلتي؟ راح تصير اكس دبل برايم تساوي صفر، صح؟ لان هذا صفر انضرب بالاكس راح، معادلتي هذه اللي قلنا اللي هي الاصليه اعتمد عليها، راح تصير اكس دبل برايم تساوي صفر. وهذه المعادله شو تصير الثانيه مال تي؟ ايضا هاي البي راح يصير صفر، هذا الاثنينات راح يصفرن، فيبقى عندي تي دبل برايم يساوي صفر. فكانما ايش دا يقول هنا؟ كانما ايش دا يقول؟ دا يقول هذه المشتقه الثانيه تساوي صفر، اذا ايش قد الداله؟ لازم نخمن الداله شنو، لان احنا قلنا بالديفرنشال اكويجن اني ارد اعرف الداله شنو، الاف اوف اكس هنا شنو، هنا الاف اوف تي هي شنو، او اليو اوف اكس شنو واليو اوف تي شنو. احنا نتذكر بالاشتقاق من كنا نشتق شو نسوي؟ مثلا اذا عندي عدد، مثلا عدد 20، هذا مثلا 20 اف اوف اكس تساوي 20، من اشتقها مره واحده شو تصير؟ راح تصير صفر. اذا اني اقدر اعرف اذا كانت المشتقه الاولى صفر، اقدر اعرف الداله الاصليه هي عدد،
لان اشتقيت. شنو هو الشيء اللي اشتقه مره واحده ويصير صفر؟ العدد. زين، شنو الشيء اللي اشتقه مرتين ويصير صفر؟ البولينوميال اللينير اللي بالدرجة الأولى. يعني شنو؟ يعني إذا كانت الأف أوف إكس مثلا إكس زائد رقم 5 من اشتقها مرة شو تصير؟ راح تصير 1. من اشتقها مرة ثانية راح تصير 0. إذا الدالة اللي راح تصير 0 من اشتقها مرتين هي الدالة البولينوميال من الدرجة الأولى، لأن هاي لو كانت تربيع ما تصفر بالمرتين، بالثالثة تصفر. فإذا أنا راح أجي أفترض الحلول هي دوال لينير من الدرجة الأولى، لأنه هن الوحيدات اللي أشتقهن مرتين ويصير صفر. أوكي؟ فراح أفترض الحل مالتي فرضية، راح أقول الحل اللي هو قلنا الأكس يمثل الأكس بدون ما أشتقها هو فد والتي. احنا دائما هو دائما هاي ينطي أولوية للتي قبل الأكس، ودائما نلاحظ أن التي بها هي السي، فدائما من يجي يسمي الثوابت. طبعا هي ما يفرق، بس حتى نصير ويا الحل الستاندر نمشي عليه. التي يبدي بها بالفرضية فينطيها متغيرات، يقول هي A T زائد B. لاحظ هي دالة بدلالة التي بغض النظر عن الرقم اللي هنا موجود، بس هي دالة لينير مثل هذه، دالة لينير من الدرجة الأولى. التي هنا درجة أولى، هذه إذا اشتقيتها مرتين توصل صفر، لأن بالمشتقة الأولى من اشتقها حيبقى لي أي بس الأي، من اشتقها مرة ثانية الأي يصير صفر. فهذه الدالة من اشتقها مرتين توصل للصفر. هسه نجي هذه الأكس، فرضيتها نفس الشيء هم لينير بس بدلالة الأكس، هنا بدلالة التي. فهنا راح يصير عندي سي مضروب في x small، لاحظ هذه x small مو x capital، زائدا d. اوكي، وبالتالي هو الحل مالته بالبدايه ايش قلنا الحل مالتي؟ الحل الفرضيه، الحل هو x في t، هذا x في t حاصل ضرب الاكس في t، يعني حاصل ضرب هاي في هذه. اوكي، فاذا اليو اليو للاكس تي اللي هو الحل اللي اريده اللي احنا قلنا يساوي اكس تي حسب هاي الفرضيه ام البي تساوي صفر، ايش راح يساوي اليو اكس تي حسب هاي الفرضيه؟ راح يساوي هذا المقدار اللي هو اي تي زائد بي اللي فرضته مضروب في هذا المقدار اللي ايضا فرضته. هسه يريد يوجد قيم الثوابت الاي والبي والسي والدي، اذا لقاهن فاذا هو حل المعادله. انا ما يصير اقول له الحل وكله مجاهيل، ما يصير اقول له انا لقيت لك الحل وبي اربع مجاهيل، هذا ما زيدت المجاهيل، عشان انا اثنين صار اربعه. انا المفروض اوجد قيم المجاهيل اذا قدرت اوجدهن، اذا انا لقيت الحل. هي هذه الفكره، الفكره من الديفرنشال ايكويشن هم يفرضون حل ويثبتوه بعدين، اذا قدروا يثبتوه رياضيا فهو اكيد هو حل، إذا ما قدروا يثبتوا أو وصل صفر فإذا هذا ما يمثل حل، وراح يرفضون هذه الكيس ويدورون كيس جديدة، يدورون البي يكون أكبر من الصفر وأيضا يثبتون حل. إذا ما صارت يدورون بي جديدة أصغر من الصفر ويلقون بها حل. المهم عرفنا هاي الفرضية من جتي اللينير، لأنه دالة مشتقة مرتين واصلة صفر. اجيت فرضت هذه، هسه ايش راح اسوي؟ هسه راح تبدي مجموعه من الفرضيات، وراح نستخدم الباوندري كيسز اللي قلنا عليها. الباوندري كيسز لازم نعرفها، الباوندري اللي من عندها راح اقدر اطلع هذه قيم المتغيرات او قيم عفوا هاي الثوابت الاي والبي والسي والدي. الباوندري عندنا اربعه بالويف، عندنا اربعه انواع من الباوندريز. اول وحدة من يكون عندي الاكس صفر، يعني اليو للاكس صفر للتي تساوي صفر، واحنا هاي قلناها انا هنا بالنقطة الاولى اللي هي مكان بداية تثبيت هذا السترينج. هنا الاكس صفر والدالة ما تهم صفر، لان هنا ثابت وما دا يتحرك، وين دا يتحرك؟ دا يتحرك هنا. وكذلك بالنقطة الاخيرة ايضا صفر، يعني الدالة ما تهنانا صفر، قيمتها صفر، وهنا الدالة أيضا قيمتها صفر،
بس هنا لا الدالة هي يو اللي احنا نريد نعرفها. فهنا يقول اذا حطيت اكس صفر فراح تكون قيمة الدالة صفر، يعني بدنا نشتغل بالبداية. وكذلك هذا الباوندري الاول اللي راح نستفاد منه. الباوندري الثاني اذا حطيتها الدالة الاكس ال بغض النظر عن ال، بالسؤال جزء يعطيني رقم يعطيني 20 او 10 او اي رقم، اللي قلنا وش يمثل ال يمثل هذا الطول، طول هذه الموجة، فال هنا مكانه ايضا الدالة بي صفر لان هاي نهاية السترينج والسترينج ثابت بهذا المكان ما يتحرك فما بي موجة هنا، فالدالة مات ايضا تساوي صفر، فيكون ال للتي راح يساوي ايضا صفر. هذا الباوندري كونديشن الثاني. الباوندري كونديشن الثالث راح يكون الاكس والتي هو صفر، هذا بعد ما يساوي صفر، هذا يساوي اف اوف اكس، فالدالة اما تعطى بالسؤال او ينطيني اياها اف اوف اكس هيك مطلقة اللي انا اريد اعرفها. والباوندري الرابع انه اذا اشتقيت هذه الدالة اليو اشتقيتها بالنسبة للاكس تي at t يساوي صفر فراح تطلع لي دالة g of x اسمها هم تساوي صفر. هسه راح نشوف احنا هاي الاربعة boundary conditions راح نرجع لهم وراح نشوف شو راح نستفاد من عندهم في ايجاد هذني الثوابت اللي نفرضها. فهساني وين وصلنا بالحل؟ هنا قلنا x t تساوي هذه اللينير في هذه اللينير. هسه اريد اوصل الى ال a وال b وال c وال d، اوصل الى قيمهن، فراح اقول شنو؟ راح اقول اول شيء من الباوندري كونديشن الاول اللي هو هذا، فرام الباوندري كونديشن الاول اللي هو هذا اللي هو الاكس بي صفر تي تساوي صفر، شو راح يصير عندي الداله هذه مالتي؟ اذا كان الاكس صفر منو الاكس هنا ويا السي؟ اذا كان الاكس صفر السي راح يطير، فهذه الداله اللي موجوده عندي بالسؤال شو راح تصير؟ او اقدر اكتبها صفر تي باعتبارها اعوض بمكان الاكس صفر، صفر تي راح تصير هذا نفسه راح يبقى ما راح يتغير لان هذا ما بي تي، هذا راح يصير صفر وينضرب في الدي، الدي راح يبقى اوكي، فراح عندي سي. ليش؟ لانه الباوندري كونديشن يقول لي الاكس مالتك صفر، شو يساوي هذا؟ شو يساوي؟ يساوي صفر. ليش؟ احنا قلنا الباوندري كونديشن اذا كانت الاكس صفر في نقطه البدايه قيمه الداله كلها صفر، فاذا هذا المقدار، هذا المقدار اللي فرضته اني حل كله راح يساوي صفر بهذا الشرط بهذه الحاله اوكي. زين اذا عندي قيمتين ثاني، هذا المقدار مضروب في دي قيمتين يساوون صفر، اذا واحده اما واحده من عندهم تساوي صفر او اثنيناتهم صفر، مو انا اذا عندي متغيرين مثلا واي مضروب في اكس وقلت يساوي صفر، لو الواي صفر لو الاكس صفر لو اثنيناتهم صفر حتى يطلع لي الناتج صفر، فهنا لو هذا الطرف الاول هو صفر فراح اقول هنا راح اجي اختبر، هذا يسموه اختبار حتى اشوف هذا ينطيني نتيجة الفرضية الاولى لا ما تنطيني نتيجة، راح اقول اذا قلت هذا الطرف الـ AT زائد B يساوي صفر فشنو معناته؟ الـ AT زائد B هو منو؟ هو الـ T، اذا الـ T مالتي راح يصير صفر، اذا الـ T يساوي صفر اللي انا فرضته حل، وانا شلون افرض حل صفر؟ ما يصير افرض حل صفر، فاذا كانت التي صفر منو راح يصير صفر؟ اليو، لان اليو جاي من من الاكس في التي، اذا صارت التي صفر اليو راح تصير صفر، وهذا فشي ما يصير يصير صفر، انا شلون افرض حل صفر؟ ما هذا مو حل، فلازم انا افرض فشي بقيمه، فهذا خلاف فرضيتي اوكي. ما احنا مو قلنا اكو فد داله واشتقها مرتين يلا توصل صفر، شلون الداله هاي صفر؟ اذا هذا مو حل، انا اريد القى الداله، اذا ما يصير هذا يساوي صفر. زين فراح اقول هذا لا يساوي صفر، اذا منو يساوي صفر؟ الدي، اذا دي راح تساوي صفر اوكي. الدي ممكن تساوي صفر لان الدي ما راح تصفر لي اليو، انا ما اريد افرض فشي صفر لي اليو، انا اريد اوجد الحل، شنو الفائده اذا الحل صفر؟ هذا مو حل.
زين اذا الدي صفر زين، واذا صارت الدي صفر من اعوضها هنا شو تصير؟ راح تروح هذه فالماتي الداله اليو اكس تي اذا كانت الدي صفر حسب هاي الفرضيه، لنجرب احتمالات، راح تساوي اي تي زائد بي تمام، وهذه صفر مضروب في السي اكس والدي صفر حسب هاي الفرضيه. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ هسه راح نجي على الباوندري كونديشن الثاني. هسه هذا الباوندري كونديشن الاول كانما خلص لي من فد ثابت، خلصني من الدي، صارت المعادله شويه ابسط، قلت الدي هو صفر خلصت من عنده. خلينا نجي نشيك الباقيات، فراح اقول من الباوندري كونديشن راح استخدم الباوندري كونديشن الثاني. طبعا هاي استخدام الباوندري كونديشن بهذا الترتيب، ما يصير انا كيف اجي استخدم، اول شيء اجي على الاكس صفر بعدين اجي على الاكس ال يعني بالنقطه الثانيه بالطرف الثاني بهذا المكان، هو يجوز ينطيني اياها ال يجوز ينطيني اياها رقم 20 يقول لي طول ماتك الموجه 20 او 15 او 100 او 1000 بغض النظر رقم. فهنا انا فروم الباوندري كونديشن هذا الثاني اللي هو شي يقول، يقول اليو بالال ايضا تساوي صفر، قلنا بالطرفين تساوي صفر لانه الطرفين ثابتات مو متحركات، ماكو داله، الداله صفر. اذا ايش راح يصير عندي هنا؟ راح اجي اعوض مكان كل اكس ال، وين اعوض؟ وين اعوض؟ بهذه اللي توصلت لها، مو بالاصليه، مو بالاصليه، مو بهاي، بهذه. بعد ما طبقت الباوندري كونديشن وتخلصت من الدي اجي اطبقها هنا، فايش راح تصير عندي هاي المعادله؟ اليو للال تي راح تساوي اخلي ال مكان الاكس لانه هذا مكان الاكس عوض مكانه ال، فراح يصير اي تي زائد بي سي مضروب في ال. اوكي هسه نشوف شنو الفائده، نجي نفس الاختبار، هل ممكن هذا يساوي صفر؟ لا. اذا اني هذا بعد ما احتاج اناقشه، اقول له اي تي زائد بي لا يساوي صفر، ناقشته اني لي فوق هنا، قلت لك اذا هذا صار صفر التي راح يصير صفر، واذا التي صفر اليو صفر، وما يصير الحل صفر، انا اريد اوجد الحل، فهذا لا يساوي صفر، ناقشته اقول له هنا أنا discussed before تمام، ناقشته اني فيما سبق بالحاله الاولى بالباوندري كونديشن الاول. اذا من صفر طبعا هاي عفوا هاي تساوي صفر، كلها تساوي صفر، اذا لو هذا الطرف صفر لو هذا الطرف صفر، فاذا هذا قلنا ما يصير، اذا هذا السي ال راح يكون صفر. اوكي اذا السي ال هو الصفر. زين راح نجي نفس الكلام نقول اذا السي ال يساوي صفر، اذا السي ال يساوي صفر شو راح يصير عندي؟ لو السي صفر لو ال صفر، هل ال ممكن تساوي صفر؟ ال لا يمكن ان تساوي صفر. ليش؟ لان ال هي عباره عن طول، ال هي طول الموجه، اذا ال كانت صفر اصلا ماكو موجه، يعني ال صايره هنا بنقطه الاصل يعني ماكو اي موجه، ال هي يمثل بعد هاي النقطه عن نقطه الاصل، مستحيل تكون صفر، اذا ال لا تساوي صفر. ليش اكتب له هنا؟ لان ال is length طول، طول الموجه، اذا طول الموجه صفر اصلا ما عندي wave equation، ما عندي موجه اصلا. اذا السي، اذا ال ما ممكن تكون صفر، اذا السي تساوي صفر، اذا السي تساوي صفر. زين هسه توصلنا الى نتيجه من هاي المعادله، هذا ما ممكن يكون صفر، ال ما ممكن يكون صفر، السي يساوي صفر، لازم يساوي صفر. ليش؟ لان هو هذا كله يساوي صفر، فواحد من ذول الثلاثة هو صفر، لو هذا الطرف لو هذا الطرف لو هذا، هذا ثبته ما يصير لان يصفر لي الحل، والال ما يصير لان هو طول، كذلك السي ما يصير. ليش؟ لان اذا جبت الصفر حطيته هنا أنا ايضا راح تصفر لي الحل، وهذا ايضا راح يقول لي اليو راح تساوي صفر. اذا no solution if اذا كانت البي تساوي صفر. اذا الكيس الاولى اللي اني فرضتها
بالبداية وقلت عندي متغير اسمه بي ودخلته على المعادلة وردت اوجد قيمته. اذا كان صفر ما ينطيني حل. شنو الدليل؟ هذا الدليل اختبرت الباوندري كونديشنز، وعن طريق الاختبار ما قدرت اوصل لاي نتيجة. يعني هذا ما راح يمثل حل. هاي المعادلات اللينير مو هي حل هذه المعادلة، اكو غير معادلات هي راح تمثل الحل. فقدرت اثبتها باستخدام الباوندري كونديشنز انه ما ممكن يكون انحل، لانه بكل الحالات اللي اختبرتها راح يصفر الحل اذا كانت لينير اكويجنز. فهذه الكيس الاولى هي تشغلها ما تولد حل. راح اسوي بالفيديو الثاني اعالج تكملة الحل. يعني عندنا بعد حالتين، عندي اذا الكي اكبر من الصفر، عفوا البي اكبر من الصفر، وعندي اذا البي اقل من الصفر، ايضا راح نختبرهن على الباوندري كونديشنز حتى نوصل للحل. راح اسويها بالفيديو بثلاث فيديوهات حتى يصير الفيديو ليصير طويل.